سلام عليكم. عليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. وانت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليهم مولعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكم كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. رايحه فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري غوري كتك القرف. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقول لك ايه، ما تجيبليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه كده؟ مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج. انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عبء، ثانيا طالما مش هنخف يبقى نصاحبه، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقول لك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء. انا كيف ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس، كنت عملت كده وخلصت. لا بالذمه ده اسمه كلام؟ لما الجمال ده كله يترهب ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه. خايفه اخلف عيال زيي، والله كل يوم بخاف انزل تجيلي الحاله وانا في الشارع. ما عشان ما تجيلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كاميليا انا بجد زهقت، انت مش فاهمه انا حاسه بايه. انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت. انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده، انا بجد ما اعرفش. طيب ده مين جاي السعادة؟ هتكسر الباب. قلت طيب ايه يا ولد؟ هتكسر الباب فين يا اما؟ كنت فين؟ بقالي ساعة بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعدة متهببة مستنية المعدول. المعدول ده بقى اللي هو انا؟ ها؟ يا اخي انت كدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني، على طول ايد ورا وايد قدام فاضية، عمرك ما جبت لي حاجة. نفسي احس اني مخلفة راجل. ايه؟ ايه ده يا سيدة؟ ولا في ايه؟ انا مناخيري ما تكدبش ابدا، انا شامم ريحة كباب وكفتة في البيت ده. ايوه ولا الجيران، الجيران من الصبح مش رحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران عليا انا برضه يا سيده. اه جيران اقطع دراعي المكان الكباب والكفته في البيت ده. يعني انت كنت هتبات عند عادل؟ ايه اللي جابك؟ عادل مين والناس نايمين يا حاجه؟ انت مش قلت هتبات عند عادل؟ انت مخبيه كباب هنا؟ انت بتعمل ايه؟ بدور على الكباب والكفته يا حاجه. كباب اهو. بتشتغلين هنا يا سيده؟ الكباب والكفته هم بتخبى على ابنك صباعين كفته وحته لحمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل. مسكونه مسكونه، شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل جعان. طب ده عشا النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك في موضوع مهم. اقعدي. انا مسافر. سافر يا اخويا والقلب دعيلك كده اهو من غير ما تقولي لي راح فين. داهيه رايح فين؟ داهيه راح ايطاليا. هما طالبين بقر هناك. يوم انا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. اعمل ايه يا اما؟ انا كان لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه، واتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب.
هي مش كميلة دي تبقى بنت اخوكي برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سمية الفقرية اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زيادة ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنة جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقة، يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقولك يا اما فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقولك عشان يبقى عندك علم. يا ابني يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها، بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب طول عمري، عمال اقول يا رب ما فيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عدل ادفع لي، وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوس على خايب الراجه، وعدل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا اما هنتصرف. طب يلا قوم. قوم روح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه ما شبعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل لوحدك؟ طب خدي كلي معايا. حلوه جميله تعجبك. ايوه بقول لك يا عبد عزيز، هتقدم في الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزاره، يمكن القرعه تجيلك وتاخد شقه بالقسط على 20 سنه. جمال، حد ضمن عمري؟ مش حكايه القسط دي، عندي كم بنات بجهزهم دلوقتي، عايزه تتشاور، عايزه تجهز عالم. ما انا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقه دي تطلع نصيب بنت مش سبع بنات اللي عندك. انا عندي سته بس. انت هتغلط. لا لا، سته مع ايتن عايشه مع امها وجوز امها دلوقتي، بس لها امورها معاها. بقت مديره كبيره. الله، الكلب دي بقالي سنتين ما شفتهاش. لا، وما هي اللي مقوياها؟ هي اللي محرجة عليها انها تجيلك او تتصل بيك. لا يا اخي، مش عارف كده، حزورة برضه، مش عارف والله. لا طوعك ولا طوع قلبي. لا تطوعني انا طبعا. البنات بيشتاقوا لابوها، والبت مهما بعدت بتحن لحضن ابوها. اسمع مني انا، يعني انت رايك ان انا اللي اروح اشوفها؟ طبعا يا اخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها، مش كفايه سبتها لها؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الاساس. مالي، كل شيء نصيب يعني، بعيط في الفات وصان بعقلي. وبعدين هي خلاص اختارت وسعيده في حياتها وراضيه، الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص؟ ماشي ماشي، اعمل اللي عجبك يا ابو عزيز. انا اصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. يعني استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي، صلي. هموت واشوف يا بخت منظاره، صلي واتملى بنور جماله، صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليلة، عاملة ايه؟ نحمد ربنا، خد السبحة دي. يا خليلة، ده انا بقى عندي دكانك سبح في البيت. بس دي مش اي سبح، دي من مكه، تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك عليه الصلاه والسلام. شكرا، كتر خيرك، خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنه. انا اللي مش هورد على جنه؟ والله انت لا هتوردي على جنه ولا على نار اصلا. اكبر بخاطر. اكبر بخاطر مين؟ تصدق في الاخر هتطلع الست دي اغنى مني ومنك؟ روح يا عزيز، شوف هتعمل ايه. يلا روح روح، اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه يا سيدي. احمد، عارف ايه؟ اخد بعضك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح، ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده يعني بنقضي واجب، يعني بنقضي وقت. احمد اخر قعدت كنا ناوي تخلع، انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر؟ لا خلي بحر ايه واخلع ايه، مفيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشغل. لا خير، الله يخليك، لا مدير ولا احزنون. لا انا مش عايز اشتغل في وظيفه حكوميه، انت عارف خلي الوظيفه الحكوميه دي يعني عامله زي المقبره، انا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. أنا ما أقصدش حاجة خير، أنا آسف، أنا بس عايز أقول يعني إن أنا مش عايز أضيع عمري في مصلحة حكومية، ده يقول لي
اعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده واخر الشهر اخد لي ملاليم لا ياكلوني ولا يكسوني ولا انا غلطان يا خالي؟ لا لك حق لك حق. انا اسف يا خالي ما اقصدش. لا لا حبيبي لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه. مش يا خالي مش هسامح. اشكرك شكرا يا ابو احمد. ايه يا بنتي هتفضلي قاعده كده قدام المرايه لحد امتى؟ وانت ايه اللي مضايقك يا منى؟ خايفه عليكي تتجنني مخك يتلحس. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليا، اللي بيتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمرايه، انما بقى يا بخت اللي مرايته بتحبه. تصدقي انك بايخه وقلت الذوق. بقول لك ايه، انا مزاجي عنب ومش طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك يا بنتي انت بنت معقده ومستفزه، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير، روحي شوفي حد غير اتكلمي معاه. خلاص تصدقي بالله ان انا غلطانه انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه. الو انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج، انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك. لا لا تمام انا هاجي طبعا بكره ما تقلقش. باي باي. اختك مروه دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المرايه. مالكيش دعوه بيها. هو ايه اللي ماليش دعوه بيها دي؟ واحنا مش اخوات وعايشين في بيت واحد؟ منى انت عايزه ايه؟ هاتي من الاخر. سيبي فرميشه الهيصه دي كلها وقلبه الوش دي غير ما تكوني عايزه حاجه. يا بنتي انا صعبان عليا بس فلوسها اللي عماله تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها. انا مش معاكي خالص يا كاميليا في اللي انت بتقوليه ده. ده حقك ولازم تاخديه من حبايب عينيهم. يعني اروح امسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق. والله العظيم انا مش فاهمه. يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وانت ليكي حق فيها. يعني ايه المشكله لما الامور تتصفى؟ انا لو منك هقلب الدنيا. ماشي. انتوا بقى اللي ناسيين ان الشقه دي في بيت عيله. وانا ما خلفتش. يعني هم ليهم حق فيها. في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان الكم مليم اللي ليا؟ والنبي لو مليم واحد. حقك يا كاميليا ولازم تاخديه، ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه انك اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي. قولي لي بقى هو انت يعني كنتي بتحبيه؟ قبل الجواز قصدي. قبل الجواز ما حبيتهوش. لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته بس مش قوي. بس كنت بحترم وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا. زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا ولازم اامن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان لو زعلني هيقع دم قلبه وهيروح في 60 ده. يا شيخه تنيلي هو ده يبقى حب؟ لا دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليك ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقولك يا جميل يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليكي تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ انا من اول يوم حسيت ان هو عارف اني مش راضي عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر. لكن عمره ما قال لي كلمة تضايقني. بالعكس كل مرة كان بيضمني فيها كنت بشوف في عينيه أمل. أمل إني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة.
ايه تاني؟ خليني اتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. ياه، تعرفي يا جميلة أنا نفسي أحب أوي. أنتي عارفة إن في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا فهمتي بقى. هتفهمي يا أختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، تقلقيش. في 60 داهية، أنت فاكرني همسك فيك وأقول لك أقعد ما تسيبنيش؟ لا يا أخويا، خدت منك إيه؟ روح، أنت بس قاعد تاكل وتشرب وتربي فلاح. عارف؟ أنا هكسر وراك قول، لا هكسر وراك زير. يا ريت، يا ريتني كنت جوزتك بنت سمية. كنت أنت رحت بدل الواد الغلبان اللي راح حاضر ده. أنت عارف يالا؟ حصرف معاش عليا أنا بس بدل ما أصرفه على 2. هجيب لنفسي اللي أنا عايزاه. بكره هنزل اجيب. بكره ليه؟ لا يا اخويا، من دلوقتي هنزل اجيب لي جلابيه واغير عفش البيت كله. انت طالع لابوك كان اناني، سابني لوحدي برضه، مات وسابني لوحدي في الدنيا. يا واد اقعد، يا واد اقعد نتعكز على بعض، ما تسيبنيش كده. يما افهميني، حاولي تفهميني، انا متاكد ان كلها شهر واحد وهرجع اخدك على ايطاليا. ايطاليا يما ايطاليا. تاخد ايه؟ ده اللي بيروح بيرجع، اللي بيروح ما بيرجعش. البحر عالي يا ابني، انت عايزني ابقى زي خليله، ابقى ماشيه مخجوله اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا. خليله مين يا امه؟ خليله مين؟ انت عارفه كويس ان انا حاجه وابني خليله حاجه تانية خالص. ابنها كان عايز يعدي برضه، راح ما رجعش. انت طالع لعوض ابوك، كان بيسيبني كده برضه وهو عايش، كان يروح اسكندريه ويسيبني هنا، كان يروح يقعد على القهوه يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبني انا للهم هنا. ياما خلاص ما فيهاش كل تاني، انا مسافر يعني مسافر. استنى يا ولد، ادعي لي بقى بدل التقطيم اللي بتقطمه لي ده. يا ولد استنى، في 60، في 60 سلام. اهم حاجه في الليل تكوني مستفه ورقك، كل حاجه تمام، ولو كنت تمام عشان نخلص على طول. اوكي. سامح بيه. اهلا. مش تقول انك هنا. زين افهمك. اهلا اهلا، ازيك؟ انت ماشي ولا ايه؟ للاسف لو اعرف ان سيادتك موجوده كنت جيت سلمت عليك. لا انا كمان ماشيه، لو في حيله ذوق توصلني عربيتي في السياره. طبعا ده شيء يسعدني. يلا. مامي انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان يا روحي، بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت الاقي توصيل. باي يا روحي. اتفضلي يا فندم. يلا. مالك يا عم مكلم كده ليه؟ هتبقى حلوة، هتبقى حلوة والله العظيم صدقني. اسمع مني أنا، شغل لنا يا عم أي حاجة كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شوية بسرعة، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. الله. أيوة يا باشا. الله، أنت نسيتنا ولا إيه؟ أيوة يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم؟ ساعة الزمن ونكون عندك. أوكيشن؟ سلام. دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا عايزين نشتغل؟ طب تفتكري هنشتغل؟ بنت انت مش قلت لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل قبل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه يا حنان.
خوف ايه وهمل ايه؟ قولي يا رب بس، وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا اتفضلي. جراح متولي، احنا هنقضيها قوالح ولا ايه؟ ما فيش هوف هوف كده، اخواتك خرمانين يا جدع. هوف هوف فعلا، الهوف هوف انت في ارض الهوف هوف. ادينا اي حاجه كده. قلت ايه تقرصت اللي ايه؟ سهلا ولا شمني كده على ارض الهوف هوف فعلا. منكم شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام 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 الله ينور عليك يا متولي. ها آه، بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ وانت لازم ترجع متولي، امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك، بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح ده ابن شياطين، جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه القبطان. القبطان ده يا سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هوف هوف؟ هوف هوف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى فيه هوف هوف. خفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت. وانا ما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب و مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا، وبعدين ارجع لامي شايلها همي، ما خليفه راجل تسند عليه، اروح انا اللي اسند عليها. لا وترجع ليه صحيح؟ ما انت القشه بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا امتى؟ شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا. امال سلاح؟ يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ هي اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. ما بقرب بني ادمين. بني ادمين؟ لا لا لا، بقول لك ايه؟ الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. اوعى بس لما نفهم. فاهم متولي؟ انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد، انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد. تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق. وكلمة تانية ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. أو ربنا. طب بقول لك يا متولي. نسبة الناس التقيلة أوي دول، أنا وأخوك أحمد مالناش في السكة دي، فكنا طالبين منك طلب بس. قول لأخويا. وحدينا على الفجر كده نكون في مصر في وسط أهالينا يعني. خلصانة. هتروح. مش جايلك هوف هوف. يبقى هتروح. حبيبي. ثانية واحدة أما ممكن نقول لكم. منورين والله العظيم. لو في واحدة تاني هوف هوف بس عشان إحنا اتنين. ها؟ بيقول لك شغل مع ناس تقيلة في البلد. انت تاني. انا عارف. بص انت ايه؟ مش هتسيبنا احمد غير ما يبقى في كلبوش. انا عارف. انا بقول لك ايه؟ اتفضل قول لي ايه الفكرة الشيطانية اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انتهي من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لينا، عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا لو اخلي على البلاطة لازم انتهي منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني؟ ولا هندور عليه فين؟ هو ده ليه ما كانش شايل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. ليه زي بلح ده شايل فلوسه في بيته؟ وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى ما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل قوم نام. قوم نام يا عادل. قومنا مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبنا انا افكر هعمل ايه. بقول لك يا ده عادل. ايه؟ تلفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. تعمل ايه؟ تلاقش يا عم احمد. امني انت بس ومالكش فيه. عم اخرتها هنبقى حراميه كمان. ما تخافش، انا لازم اربي ابني الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. تعالى عادل، تعالى وطورها يا عم. انت هتعمل ايه؟ مالك
شكش فيه ينط ورايا. فلوس يا عادل، فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر الدين دماغك يا جدع. شفت انا قايل لك المحاويط مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من الفجريه من نجمه، فاهم؟ يلا يلا معلم بلحه. ازيك يا معلم بلحه؟ نعمين. هو احمد سافر؟ سافر مات؟ انا معرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان، ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن؟ ماشي يا معلم بلحه. تصبح على خير يا معلم بلحه. انت اهل لو شفته بعناية الاتنين دول. بس بقى ايه بلحة؟ بلحة هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. بابا بابا بقول لك ايه؟ نعم نعم. الشنطة دي عايز اخبيها. حاضر. ماشي؟ حاضر. لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي؟ حاضر. ما بقاش راجل ما جبتهولك، بس الشنطه دي فيها حياتي. حاضر. ما تفتحهاش خالها. حاضر من عيوني يا بنات. والله العظيم ما هفتحها. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر ابن عايش. عايز تشوف متولي، خلي لي بالك من الشنطه. على عيوني يا بنات، على عيوني، ما تخافش. اطمن يا حبيبي، اطمن. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفع اللي عليك لو واقف الشغل معاك. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا بخا. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المقاطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى، ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه ده؟ بدل ما تقول لها عنك منى جدع ب 100 راجل، وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي
بس انت برضو كان لازم تقولي لي، ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص؟ سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين، كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل، ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت بتعملي حاجه غلط؟ ياه، انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا. تمنيت ان انا اللي كنت موت مش انت. نفسي الزمن يرجع عشان اخليك تحس بقد ايه انت كنت احسن مني. على الاقل حبيتني بجد. بتحبيه ازاي وانتي شايله صوره احمد معاكي؟ انت اتجننت؟ ايه اللي وحشتيني؟ اطلع بره اطلع بره حول بابا. بقول لك ايه، ابوكي مش فاضلني دلوقتي، مشغول بتخانق مع امي. امك؟ اه امك دي ما عملتش حاجه عدله في حياتها غير انها جابتك. مش قوي يعني. نطلع بره وبس. بقول لك ايه؟ انت مش فاهمه قوي كده ليه؟ وعايزني اطريها ليه؟ روح قول لامك تقول اه وتطلعني من فوق راسها وبعدين احتمال اطريها. لو قلت لك انا بحبك. طب وفي ايه؟ وانا كمان. انت كمان ايه؟ طب بلاش افلام العربي بتاعتك دي، ما بحبش الطريقه دي. بس سيبينا من افلام العربي، خلينا في الاجنبي، خش على الاجنبي. وحياه امك. يا ستي طالما جبت سيره امي خلينا بقى في الهندي. تعالى حلو. اطلع بره. وفي احلى من الافلام.
طمنا عليك. عامل ايه دلوقتي؟ مش احسن؟ من بره ولا من جوه؟ بس لا هتفرق كتير قوي. لو من بره تمام. على قد ولا حد يموت. لكن لو من جوه خربان. على اخر كمان. تزعلش عادل. على فكره انا مش زعلان. لو هتفتكر ان انا زعلان من العلقه اللي احنا كلناها. انا زعلان على حاجه تانيه خالص. انا زعلان عم احمد ان احنا كسرنا. طلعنا ورق. ملناش ظهر. مش صح الكلام ده. احنا ولا ورق ولا ملطشه. هو بس اتكتر علينا هو ورجالته. عارف ده لو لوحده كنا كلناه بسننا. ده كلام جراد عم احمد. كتر علينا لوحده رجالته. النتيجه في الاخر اللي احنا اتبهدلنا واتكسرنا. حياتك لا لبسه طلعه. في الحاره ولا هنا؟ كان في الحاره كنت صدقتك. لكن انا بقول لك احنا هنا ملناش اي وزن. أنا وأنت هنا لوحدينا. لكن هو مع رجالته. هنعمل معاه إيه يعني؟ بس أقول لك على حاجة. آخر حاجة كنت أتوقعها إن أنا وأنت نوصل نبقى في السجن ومع بعض. يعني راضعين من أم واحدة طول حياتنا مع بعض. لكن كمان في السجن. إيه يا أخي؟ مكتوب عليا أنت ولا إيه؟ يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها فيها زي وحنية يا الحياة فيها اللي بيشقيها واللي قاسيها الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين وبرضو احنا النهاردة سوا اخوفي ان شاء الله صاحبي هنكون فوق اخوفي بكرة هنكون فين يا عم احمد بقولك ايه معك فلوس انت عايز فلوس ما قلتليش ليه جدع من خزنة قدامك ايه وانا معاك المفتاح يا عم انا فلوس ده انا علبه سجاير شرايين انا من الراجل اللي جنبنا اللي نايم ده يعني لو صحى طب خلاص شوف بقى اخوك احمد هيعمل ايه شويش عايز ايه انت عايز ادي لك 1000 جنيه انت اتجننت يا مسجون انت بقول لك هدي لك 1000 جنيه انت اتجننت ولا ايه اسمع مكالمة تليفون وهديك تمنها 1000 جنيه ممنوع التليفون هنا اسمع هي مش هتكمل دقيقة واحدة ماشي وهديك اللي انت عايزه 1000 جنيه زي ما اتفقنا ولا من شاف ولا من دري ماشي أصل عليك الو اهم تولي انا احمد يا ابني وقت مش وقته مش وقته يا ابني اسمع مني اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد هيتضايق مني على فكره مش هيتضايق ولا حاجه انت بس اللي ما تحبكهاش انا قلت لك هيتضايق بس اهو انت مريم انت اللي جابك هنا عايز اشوفك اتكلم معاك طب بعدين بعدين مش وقته روح دلوقتي وتعالي دلوقتي تاني مش هينفع انت لبتك لوحدك جيبها معاك ايه؟ اعمل ايه شبطت فيا وعايزاك في موضوع مهم عايزاك في موضوع مهم اعمل ايه اسيبها؟ جبتها انجز عملت ايه؟ امسك امسك خد دول انا ظبطت لك الدنيا مع الناس الكبيره هنا كلها انا عارفهم قعدتي بره دي ما كانتش على الفاضي ماشي ماشي طمني بقى هتعمل ايه ماشي خلاص احرق نفسك يلا اسيبكم مع بعض ماشي السلام عليكم
قولي لي بقى انت انتوا ايه اللغه اللي انتوا سيبك متولي وكلامه وقولي لي بس انت جايه عايزه قصدي عامله ايه يعني عايزه اشوفك انا مش قادره اصدق كل اللي بيحصل حواليا ايه اللي انت وصلت له اخرتها هتبقى ارض تسكن بقول لك يا كاميليا لو جاي ترغي معايا في الحوار ده يبقى روح احسن انا جايه عشان خايفه عليك انت احسن من كده بكتير ليه بتعمل في نفسك كده ليه بعمل في نفسي كده انت اللي بتسالين السؤال ده طب خلي حد غيرك يقول الكلام دوت ما انت عارفه كل حاجه انا مش جايه عشان اشوفك كده انا جايه عايزه اشوفك زي ما بشوفك في احلامي في خيالي أنا عارفة إنه صعب إن الواحد يعيش لوحده لما بتضيع من بين إيدي كل أحلامه لكن مش معنى كده إن أنت تعمل في نفسك كده وتأذي نفسك الكلام الكبير اللي أنت بتقوليه ده يا كاميليا أعمل في نفسك كده وتأذي نفسك لما توصل نفسك لحد هنا وأنت ما تعرفش السبب يبقى بتأذي نفسك وبتنتقم من روحك كمان أحمد أنا وأخواتي ما بقلناش حد بقيت أقف قصاد كل واحدة وهي عايزة تخرج كل يوم علشان تشوف دنيتها مش قادرة أسألها بتعمل إيه عارف ليه؟ لأن مفيش في إيدي حاجة ما بعرفش أعمل حاجة ضعيفة في الوقت اللي كنت محتاجة لحد يبقى واقف في ظهري عشان يخليني أبقى قد المسؤولية الكبيرة اللي أنا فيها بس زي ما أنت ما ظهرتيش طول عمرك بتخافي من أقل حاجة طول عمرك بتخافي من الدنيا متلاقيش يا كاميلا إخواتك هيبقوا زي الفل اسمعي مني إزاي بقى؟ وأنا البني آدم الوحيد اللي كان ممكن يبقى واقف جنبي بعيد ورا أسوار يا كاميلا يا كاميلا أنا عمري ما كنت بعيد لا بعيد لكن مش وقت الكلام بس أرجوك يا أحمد بلاش تبعدني أنا حالي محتاجك ماشي ماشي يا كاميليا أنا مش هبعد عنك تاني عارفة يا بنت أحلى حاجة فيكي إيه؟ إيه؟ إنك حقانية أنا فكرت في الموضوع اللي أنت كلمتيني فيه موضوع إيه اللي كلمتك فيه؟ نسيته ولا إيه؟ إن إحنا نشتغل لحسابنا عم العالم أهو ده الكلام شايل قد إيه بقى؟ معايا 60 5 وأنا معايا زيه الله الله جرى إيه يا جدعان هو أنا برلة دي ولا إيه؟ يخرب بيتنا اصبر يا رب الحلويات دي ولا إيه؟ إيه ده؟ وريني الفلوس دي يا اخي بس تعال وريني الشنطه بس لا بالراحه بالراحه تعالي بقى معانا كده سيب يا اخي انت كمان اوعى ابعد عنها اجري اجري وعاد حاجه كده عمرك ما كنت تتخيليها يا بنتي يا سمر واضح يا حبيبتي على كلامك ده مدحت واخد باله منك شويه صح لا مش واخد باله مني شويه واخد باله مني قوي معجب يعني بصي يعني هو اكيد معجب بس انا مش فاهماه مش متاكده منه قوي لان هو كل يوم والتاني مع واحده احلى من اللي قبلها الحب اعمى يا اختي اعمى ايه هبله وانا يعني ما استاهلش ده انا زي القمر عيب يا حبيبتي اللي بيقول غير كده دول شرفوا يا اهلا انتوا جيتوا؟ كنتوا فين يا استاذه كاميليا؟ هنبدا غلسه لبعض؟ لا انا مش بغلس، انا بفتح المحضر اللي بتفتحوا لنا كل يوم والتاني، كنتوا فين؟ تعشيتوا؟ لا لسه، هو ده اللي انتوا فرحين فيه وبس. منى رجعت؟ لا لسه. ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي؟ ما اتصلتش بحد فيكم؟
مالي؟ يا ست في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مرة ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خش. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ها؟ يا منى اتكلمي. ايه اللي حصل يا منى؟ حار اسود، ايه اللي بهدلك كده؟ بصراحة اللي بعتك حد ما اقدرش اقول له لا. بس الحكاية مش سهلة زي ما انت متخيل يعني. وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير احنا من ايدك دي لايدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم، جربنا وما تقلقش مننا. بعون الله هنرفع راسك. ده انا راسي مرفوعه بعون الله من غير حاجه. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف متولي ده جاي من طرف عزيز غالي، راجل جمايله مغرقاني. عشان كده انا هقول لك المفيد، الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائط، يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه. يعني انت معاك فلوس بقى؟ امال انا جاي اتكلم وخلاص؟ عايز كام؟ اللي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج مليون ايه بقى؟ يا عم تقول لي ما تتكلم. مليون ايه؟ الله ينكل يا عم. انتوا مالكم انتوا؟ الله اتصرف. هتجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون. انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد، وانت ونصيبك، بس يكون في علمك. لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها، تظبط هتتبسط. تمام يا معلم وانا قد القول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام، يوم زياده بعديهم ما تجيش. وانا عندي قول يا معلم هو اسبوع واحد بس. وانا عندي قول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر، ابو مليون اديهولك ب900 عشان انت صدقت. بس استبينا يا معلمه. بس انا يا معلم لا مؤاخذه يعني كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي اقابل الكبير. اهلا. طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكايه الكبير. ماشي بالاذن يا شباب. عالجوها مع بعضيكم زي الفل ان شاء الله. الفل يا عم احمد زي الفل ان شاء الله. انت جاي تشرب؟ يلا بينا تخربها. تعالى بس يا احمد هنا، تعالى متولي يا عم فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد. ماشي. انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله هيصفوكوا هنا. يصفوا مين بس يا عم متولي؟ انا اصفك انت كمان. هتشوف كلامي. عادل لو الان ابعد انت، والاخر مره بقول لك. بس انا قلقان عليك يا احمد. بقول لك ايه؟ رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم، بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش مهم بتفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقول لك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا متولي. ودينا في داهية. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي. تعال نقول. كلم المعلم قول له ان احنا جاهزين. ها؟ اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا. نقفل ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده. مش عامل حسابك والله. معلش نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. صباح الفل يا عم سعيد. اه يا عم جمال. يا حبيبي ازيك يا عم جمال؟ ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ تمام. لا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال. انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اقعد تشرب الاول. هدى هدى. ايوه جاي. اللهم يا استاذ احمد بتاعتي. وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من لسه رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش بس تعالى. اه صحيح انا نسيت. امورنا يا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال،
كمال يا بنت خالك اتكلمتني في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده لا ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال، وبصراحة المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول اه وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام وبس، وانا قلت برضو اجي دوري، انت عارفني ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ما تحسنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا، ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني الاحسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها، بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم، اما لو ما كانش كده هيقرفوها، فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال، بس انا يعني عايزك تأجل الكلام في الموضوع ده شوية عشان الأمور تمشي زي ما أنت عايز بالظبط. بجد يا أبو حميد؟ آه بجد، وعايز كمان أطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص إن أنا كلمتك في موضوع زي ده، ما تقولهاش إن أنا قلت لك الكلام ده خالص، ولا أنت فتحتني في السيرة دي نهائي. طبعا، ولا هجيب بأي سيرة، ده أنت تأمرني. أشوف ربنا، تصدق أنا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال، احنا هنطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك، الله يكرمك يا أبو حميد. معلش أنا هحتك على الله بقى عشان أروح شغل. ربنا معاك. يلا، اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. ألف سلامة. هدى ولعة، سك على القهوة. هو انت ليه لغايه دلوقتي مش حاسه ان انا لسه عايزك؟ انا بحبك. طب ما انا عارفه. طب تعالي. انت مجنن، البلد بره ممكن يحسوا بيك. نايمين في سبع نومه. مين دول النمومتين دخلتيها ازاي؟ وانا خدت المفتاح بتاعك من غير ما انت تاخدي بالك وجيت هنا من غير ما حد ياخد باله ان انا دخلت. تعالي بقى. هنزل بنات ولا يا بنت البنت هتصحى كده؟ تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أو لسه بحب فيها ايه ده انت لسه صاحيه؟ قلقت شويه. ايه اللي قلقك؟ يعني مفيش، ما قلتليش عملتي ايه في شغلك؟ هشتغل. انا مش هرفض اي حاجه تخليني اخرج من اللي انا فيه ده. بقول لك ايه، سيبك مني، قولي لي انت مالك سرحانه كده ليه؟ ولا حاجه. تتودودوا في ايه؟ صوتكوا صحاني. بذمتك ولا انت اللي عماله تتقلبي طول الليل يمين وشمال ومحدش عارف ايه اللي في دماغك؟ بصراحة كده عقلي مش مريحني، عمال بيفكر قوي وبيجيب في اللي بيحصل شمال ويمين.
قولي لي انت بقى، تعالي هنا. عملتي ايه مع عمو جمال العريس؟ ايه الغباوه دي؟ ايه ده ايه ده، في ايه؟ وضعك كده بيقول ان في حاجه شغلاكي ومطيره النوم من عينك. بقى هيكون بقى ايه اللي مطير النوم من عينيها يا احمد افندي؟ يا رب ارحمني من العيله الغبيه دي يا رب، عشان بقول الحقيقه. في ايه يا كاميليا؟ ما دام هو ابن عمتنا يعني ومن دمنا. طبعا ما بتحبيش شانكليه. شانكليه انت بتلقطي منهم؟ هي مش محتاجه، هو عارف انها بتحبه. طب ايه؟ طيب في ايه؟ عشان بقت ارمله، يعني اتجوزت قبل كده وكان في حياتها راجل تاني. سمر وبعدين؟ سمر بتتكلم صح، لازم كاميليا تبقى عارفه احمد بيفكر ازاي وهي ماشيه في الطريق الصح ولا لا. شوفوا بقى يا بنات، الراجل في مجتمعنا هنا عنده في صنف الشخصيه، يعني ممكن يتجوز واحده اجنبيه لمجرد انه يعرف اسمها، او واحده عندها جنسيه تانية لمجرد انه شافها وحبها، بس يجي لحد عندنا هنا لازم نقدم له سي في مصور ومجموع من 5 موظفين ومش الشارع اللي انت عايشه فيه واصحابها واهلها، عشان يتاكد انه الراجل الوحيد في قلبها وحياتها. حقه؟ لا مش من حقه. وانت عبيطه ولا ايه؟ وانت عايزاني اعمل ايه؟ بصوا بقى يا بنات، من الاخر كده يعني، مفيش واحده فيكم تتجوز الا اذا كانت بتحب اللي هتتجوزه. هو النبي يا كاميليا تكلمي قولي له. هقول، لان الست لما بتتجوز واحد ما بتحبوش تبقى عامله زي الواحده اللي بتشرب ميه مالحه، تفضل طول عمرها عطشانه ومفيش حاجه ترويها. الله الله الله، ده كلام كبير قوي. كاميليا، هو احمد يستاهل اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ يستاهل. طب عايز اسالك سؤال، انت واحمد قلة الادب دي؟ قصدها بوس عادية يعني ولا مش قوي؟ بس يا نسبتي، كان اول يوم جامعة كنت فرحانة قوي، كلمني بالتليفون وقال لي لازم اجيلك اوصلك احتفالا بانه اول يوم. ايه ده؟ ده حصل امتى؟ استني استني استني، ده أول يوم جامعة لما أنت كنت هنا ودخلتي جوه لقيت جيبي شنطتك، هو جري وراكي عشان يساعدك وأنا واقفة هنا؟ واقفة هنا زي القرطاس؟ أطول قرطاس شفته في حياتي. كنت مبسوطة قوي وأنا مقرطصاك. طب اسمعي بقى، بدل بتحبيه يبقى لازم ندبسه، لازم يتجوزك. والخطه؟ اقول لك انا بقى ايه الخطه. بصي يا ستي، انت الانوثه اللي عندك اللي مدرياها دي كلها لازم تظهريها ونوقعه في شر اعماله وتبقي قدام اهله كل يوم. ايوه، هو طلب مني ان انا اشتغل عنده في الشركه. طيب ما خلاص بقى، انت بتحبيه وهو بيحبك، ما تخلصونا. وانا ماسكاكي في حاجه، ما تقومي تنام. بقول لكم يا جماعه، هو انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايه؟ احنا كلنا اشتغلنا. صحيح. والله، والدنيا ابتدت تزهزه كده وتلعب. عم جمال؟ كمالية؟ ازيك؟ انا على فكرة كانش في داعي انك تقولي لأحمد اللي انت قلته، كان كفاية انك تقولي لا وخلاص. في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا معرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كاميليا؟ ايه كل ده عشان انا نسيت في لحظه اني قريب منك وعايزه امنعك؟ انا ما حصلش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكره بقى، اللي كان جوالي ده كان كبير كبير اوي، كبير اوي. كمان عمتي كمانات، حد يلحق؟ انا كمان معرفش ايه اللي حصل، معرفش. مالك يا داوية؟ مالك كمان؟ مالك؟ تقف بسرعة! فجأة وقع! فين صاحب الطقطق؟
بالراحة عليه بالراحة عليه. كويس انك جيتي، انا لو كنت قعدت مع سيده ساعه تانية كنت قتلتها. كاميليا انا عايزاكي في موضوع مهم قوي، انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها عشان انا محتاجه فلوس ضروري جدا والله هسددهم لك، وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقه، مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ هو هبقى انا السبب. هو في ايه؟ حصل ايه؟ هيبقى اي حد بيقربلي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ حلو المكان. شكرا على العزوم. انت يا بنت كل ما هكلمك وتقعدي تطبطبيلي على ايدي ما تنطقي تقولي اي حاجه من ساعه ما نزلنا خرستي خالص. اقول ايه؟ اللي تقولي ايه؟ مش نازلين نفك عن نفسنا ونتكلم وندردش؟ يا ستي انت اللي متضايقه. ممكن اعرف بقى متضايقه ليه؟ مالك؟ عارفه بس مخنوقه. من ايه؟ انا عارفه برضه بس مش عارفه ليه حاسه كما لو ان الدنيا عماله تقفل ابوابها في وشي. كل اعمل حاجه تبوظ تكون نهايتي قربت. بعد الشر عليكي يا كمال. أنا فاهمة بقى أنت عايزة إيه بالظبط؟ أنت عايزة تتجوزي. إيه؟ غريبة إني فهمت؟ لا مش غريب. بس أنا مش عايزة أتجوز عشان الجواز. بكرة كل واحدة فيكوا هتروح بيت جوزها. وأنا هبقى لوحدي زي قرد قطع. يا ستي ما تخافيش مش هتبقي لوحدك. جبت الثقة دي منين؟ واثقة، واثقة إن الدنيا هتدي كل بني آدم اللي هو عاوزه. يا صلاة النبي. كان يا أختي كل واحد عايز كان خد. ان شاء الله كل واحد هيجوز هياخد. يا بنتي ازاي؟ ما انا قدامك عايزه طول العمر ولا نلت حاجه من اللي عايزاه. يا كاميليا السؤال هنا انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تتجوزي تاني؟ عايزه تحبي حب جديد؟ عايزه تعيشي اللي انت ما عشتهوش مع جوزك الاولاني؟ ولا عايزه تتجوزي حبك القديم احمد؟ انا مش فاهمه ايه الكلام الغريب ده. انا عايزاكي تعرفي في الاول وفي الاخر انت عايزه ايه بالظبط؟ والمهم انك تحققيه. ايوه انا عايزه ايه بقى؟ عايزه ايه؟ عايزه احب. طب حلو قوي. عايزه تحبي احمد؟ وعشان احمد يعني حبك القديم وهو اللي قدامك دلوقتي فقلت يعني ان في امل انكم ترجعوا تاني؟ انت يا بنت سهنه قوي على فكره. انا بنزل الف على كعوب رجلي من الصبح لاخر النهار. بشوف اشكال كتير قوي من الناس عشان كده اتعلمت اكتر منك بكتير حتى لو انت الكبيره. عايزه الحقيقه. عايزه الحقيقه طبعا. نفسي احب الحب اللي كنت عايزه احبه قبل الجواز. واحمد ماله؟ وايه اللي ماله؟ احمد ده كان حب مراهقه وعلى فكره انا اكتشفت الموضوع ده دلوقتي. هو اي نعم لسه انا بحبه شويه بس ايه؟ بحاول اقرب منه، بحاول اكون جنبه، بحاول ادور على اللي حبيته فيه زمان مش لاقياه. انت عايزه تحبي احمد لما كنت بتحبيه وهو عنده 19 سنه ودلوقتي بقى 35 سنه؟ لا كاميليا انت هبله قوي. اما انا عارفه. طب بصي بقى يا ستي، سيبك من موضوع الجواز دلوقتي والحب وخلينا في الأهم. إحنا لازم نسيب البيت عند سيدة بأي طريقة عشان ممكن تحصل جرائم. أيوه عندك حق والله. إيمان حد زعلك فوق ولا إيه؟ لا عادي مفيش حاجة. خش كده عادي؟ عادي مشاكل هتروق اعصابك خد ما تلاقيش. يا ست صنع ولا ايه؟ لا تمام. اوعى تكوني فاكره ان انا يعني عشان بديكي سجاير كده فبقى انا عالي من العالي السيسي اللي انت واخده بالك منهم دول. لا حاسبي
انا بس بعرف اقرا قدامي كويس. والله يعني ايه؟ يعني انت يا مروه غير كل اخواتك، انت عارفه سكتك مظبوط، وعارفه عايزه تبقي فين، عايزه تبقي فوق قوي قوي، صح؟ وبعدين يا ستي، طريق الى الهدف اللي احنا عايزين نوصله ده مرصع ببعض من رجال الاقتصاد والسياسيين في البلد. يعني ايه؟ يعني وجيه وقلم وجيه، واللي يحب وجيه، واللي يركب المركب اللي جاي منها وجيه. وجيه ده يعني كل حاجه، كل حاجه، فلوس، مداخل ومخارج الحاجات، الدولارات، الشيكات، الموني، يعني انا وانت ورقصنا يا جدع. تمام. بقول لك ايه؟ والله مروه ما حد يعرف يعمل لنا دي غيرك وانت. ماشي، بس قول الاول عملت النصبيه بتاعتك دي ازاي؟ لا نتفق الاول. نتفق يا احمد. شوف يا ست، كل حضرتك أمرت بيه نفذ بالظبط. الله الله، عال قوي عاد. أهلا أهلا بقى، أنت قاعد في العز ده كله وسايبني مع العقارب في جحر العقارب وحدي؟ أكل طقة وأفوت طقة وأحط القرش على القرش. اخس عليك، اخس عليك يا جاحد يا ناكل للجميل. إيه دي أما؟ اخس عليك. هفهمك أنا هفهمك. أما وأنت خليت فيها أما بأيام، ما أنا ما ينفعش أقعد مع ولاد خالي علشان تزيق الكبريت والبنزين والجاز والولاعة، وأنت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده. إيه ده يا ولا؟ ده عش مستورد؟ طبعًا. وده يا ولا يا جزمة؟ بتاكل إيه، مجوهرات؟ سايبني أنا في الحارة والقشر، وأنت قاعد هنا قلبي وربي غضبانين عليه. خلاص يا أما خلاص. قولي لي بس أنت عايزة إيه وأنا أعمله لك؟ أنا قاعدة هنا، أنا مش ماشية من هنا يا حلاوة. تقعدي فوق راسي. وهتني هنا. ماشي. وعايزة قمارير. عايزة إيه؟ عايزة قمارير شغالة يعني، وأنا ما أستاهلش ولا إيه؟ وأنت عرفت منين كلمة قمارير دي؟ بيقولوا كده. ماشي. هجيب لك القمارير دي. ماشي. أنا عايزك تمدي إيدك وتاكلي. أكل إيه يا ابني؟ الحاجات دي أنا ما أعرفهاش. فاكرة يا أما لما كنت بتخبي مني الكباب؟ أنا عمري. أنا بقى عمري ما أخبي منك أكل. يا سلام. كل يا حبيبتي. انت خبيت مني البله كلها. دي بقى اسمها ميني بيتزا. ميني بيتزا؟ مين قلت قله الادب ده؟ ابعد ابعد. ميني بيتزا. كلي بس كلي. وانا مش عرفني ده اكل يهود ولا لا ايه؟ لا 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 يعجبك قوي. ميني بيتزا. ده عيش يا معفن. بيضحكوا عليكوا. ده عيش. بس افرنجي. انا عايزك تاخد راحتك في البيت ده كله. اعتبريه مش تعتبريه. هو اصلا بتاعك يا حبيبتي. كل ده بفضل دعواتك، بس انت بس بادعي لي. كده يا كبير الكميه كلها خلصانه وما عادش في حبايه واحده ناقصه. كويس. بس انت ايه بقى، خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقول لك عليه وبس يا ميتو. فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال؟ بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش. هتلاقي زيك فين؟ عند اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعال يا مروه تعال. قول لي بقى ناوي على ايه بالظبط، عشان انا لازم افهم. ما انا قلت على كل حاجه. لا، هو انت في زيك؟ لا
ده انت مش سهل ابدا. من فضلك مشيها على نفس الخط بتاعك عشان انا عايز افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي، عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير، لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك. وده بقى مش هيحصل الا لما تشغلي ده. نشغله، بس تكلمني عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيب عليك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبراء في الاقتصاد وفي السياسه، عمالين يطلعوا يقولوا كلام اهبل، وكل ما يقولوا كلام اهبل الناس تصدقهم اكتر. لا انا كده عايزه افهم اكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل، محافظ على نفسه. صحيح، عندك حق. لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه، هو عارف بيقول ايه كويس قوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين انت حظك حلو يا مروه ان انت اشتغلت في شركه كبيره، شركه غيرتك، غيرت لك طريقه لبسك، غيرت لك اسلوبك، وانا متاكد انك بتخططي انك تسكني في مكان تاني خالص غير الحاره، مكان فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى احنا عايزين نشتغل عليه، عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا، ونبقى مع بعض سوا نحضر مع بعض كل حاجه، مهرجاناته، اجتماعاته كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لانه لو كان عايز يرفض كان رفض من الاول. عشان كده انا النهارده كنت عنده، كنت عايز اجس نبضه. وعرفت الاخر ايه؟ مروه انا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن ناقص لي السلطه. تخيلي بقى مروه لو انا معايا السلطه والفلوس. طب وانت هتستفيد ايه بمعرفتك بايتن؟ ايتن تعرف مدحت؟ طب ما نعرف. لا تفرق، تفرق. ايتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش، لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت. ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمه، مهمه قوي. نام على ايه؟ نام على ايه؟ نام ابقى الملك. واو، ده انت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو انت هتبقى الملك وانا سهلت لك سكه من السكك، لازم اكون انا كمان الملك. عايزه تبقي الملكه يا مروه؟ انا ايه؟ وبالنسبه لموضوع ايتن انا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. امال عن طريق مين؟ ميرا. ميرا عندها اليومين دول، هكلمها وشمشم لك على الجو هناك عامل ازاي. ماشي، وانا موافق. البلاغ موجه من لؤي مدير الشركه عندك ومن مراته مدام حنان، بيتهموك بان اعمال الشركه الاساسيه بقت تجاره البشر والدعاره، وانك واخد مهنه الازياء دي مجرد ساتر مش اكتر، وانك بتشغل البنات اللي بيشتغلوا عندك دول في اعمال منافيه للاداب. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه طبعا. ترى الادله موجوده ومتظبطه برضو ولا ده مجرد اتهام؟ لحد دلوقتي مجرد اتهام. الامر كله ما فيهوش اي دليل؟ بالفعل. امال على اي اساس سعادتك تم التعامل معايا ومحاصره شركتي بالشكل السخيف اللي انا شفته ده؟ الا اذا اللي كان مقدم البلاغ ده مش رايي. يعني اللي مقدمه شخصيه ثانيه خالص. والشخصيه دي مهمه جدا لدرجه ان بلاغه بيتحرك له اسم بحاله وبكامل قوته، مش كده ولا؟ شوف يا استاذ، انا مش هقدر اقول لك ان ده ما حصلش، بس في نفس الوقت ما اقدرش اتعامل مع البلاغ على انه بلاغ كاذب. من الاخر حضرتك، يعني انا هتحول للنيابه وابات في الحجز الليله، مش كده برضه؟ احنا في الاساس ما فيش بيننا وبينك حاجه، بالعكس احنا كنا عايزينك تبقى معانا، عايزينك تحت بطنا، بس اللي حصل ده بقى غلطه. بمعنى ايه؟
شوف ابو حميد، انا جاي لك برساله، والرساله دي فيها خلاصك ونجاتك. هي ايه الرساله دي؟ انت هتخرج من هنا بيه باشا، وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن. على فكره اللي عمل ده كله دبر له وجيه بانه بيكره نجاحك وشايل منك، راجل وسخ بتاع سياسه ملوش مله. وبعدين الورق اللي وصل لك يجي لنا النهارده، تخرج انت بكره الصبح بالبساطه دي. حبيبي مفيش حاجه مستحيله، احنا ما يرضناش ان انت تبات يوم واحد في السجن وانت مظلوم. على فكره مدحت خطيب منى بنت خالك دخل الحجز دلوقتي، واحتمال ما يخرجش تاني ابدا، ومروه كانت شغاله معاهم في الشركه طبعا. الشركه بقى متهماها تهمه صعبه قوي. انا عايزك تفكر يا احمد، فكر وقول لي، وانا متاكد وعارف ان انت تقدر توصل لي وتتصل بيا. عن اذنك. بكام؟ مش فاهم. يعني اللي بعتك تتفاوض معايا قال لك اخرك كام؟ احنا بقينا جامدين قوي يا ابو حميد. انت عارف انت ايه مشكلتك يا ابو كرمه؟ انك دايما بتقول نص الاتفاق، عشان كده الدنيا بتفرط منك. انت مش ذكي يا ابو كرمه، عشان كده انا اتفاقي مش هكون معاك، انا اتفاقي هكون مع اللي مشغلك، مع اللي بيدفع، مع اللي بيوفق وعده. بيكرهك يا احمد، بيكرهك ومش عاوز يشوفك. قصدك مين؟ عزت؟ اه عزت. لا انا مش قصدي عزت، عزت ده الراجل التاني، انا عايز الراجل الكبير. خلاص نخرج عزت. يبقى زي ما قلت لك، انت مالكش كلام معايا. الله، انت بايع بقى يا احمد. انت اللي بايع وانت اللي خسران. على فكرة اللي بعتينك تتفاوض معايا لما يعرفوا انك فشلت في المهمة دي كمان هيرموك، مش هيبقى ليك عزة. انت بالنسبة لهم بقيت ورقة محروقة، عشان كده بعتينك انت تتفاوض معايا. انا دلوقتي لو صرخت وعليت صوتي وقلت ان انت جاي عشان تتفاوض معايا واتهمك بكذا، هياخدوك وهيستجوبوك، وساعتها محدش يزعل فيك يا حبيبي. فهمني كويس. يبقى خلي بقى عزت بتاعك ده ينفعك. للأسف أبو كرمة انت وقتك خلص. شويش تعال خدني عشان عندي صداع. الو احمد، ازاي؟ لا انا كويسه الحمد لله، ما تخافش عليا. لا انا بسبعة ارواح، توحشني جدا. اول حاجه فكرت في ان انا اشوفك. انت اللي وحشتيني قوي، وحشتيني يا عمر بجد. نفسي اشوفك بقى. اقول لك ايه، انا ابو كرمه جالي، جالي مقابله. هقول لك. طب الكلام ده انت هتعرف تثبته ازاي؟ انا سجلت المقابله كلها ما بيني وما بينه، هبعتها لك دلوقتي. ماشي، سلام. ايه انت ناوي على مكالمه تاني ولا ايه؟ تليفون معاك من الصبح. كل اللي انت عايزه هيوصل لك زي ما اتفقنا. حسابك تقيل قوي. ما تقلقش بقى، اهدى وقول هديت. ايه انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا شكرا، كفايه كده. ايه
مالك؟ يعني هم خلاص ناويين يشيلوني الليلة كلها لوحدي؟ آه. طب وأنت ناوي تعمل إيه؟ هوافق. إيه؟ لازم أوافق. أنا هنا مش عارف أتصرف. لما أخرج هعرف أعمل كل حاجة. أحمد أنا عايزك تفهمني بالظبط أنت ناوي على إيه؟ أنا؟ لا أنا خلاص. ناوي ترجع زي زمان. زمان قوي. ممكن اطلع على المستندات والاثباتات اللي بناء عليها تم احتجاز موكلي؟ اه كده بقى انا مع الاسف هضطر اتخذ كل الاجراءات القانونيه التي تؤكد ان موكلي في هذا المكان بدون اي سند قانوني. غير ان الجرايد ما هتصدق تكتب. القنوات الفضائية ما هتصدق مادة تلاقيها عشان تقعد تلت وتعجل فيها. واعتقد ما حدش هيتضرر في الموضوع ده غير. طبعا ده يؤكد انك لازم تطلق سراحه على الفور. ماذا والا هضطر اقدم بلاغ للسيد النائب العام شخصيا وهضطر مع الاسف اتهم حضرتك انك انت محتجزه بدون اي تهمة مثبتة اليه باعتبارها انتقام شخصي منك ليه. كفورة يا باشا. واخبار مروه ايه؟ تمام ولا يكون عندك فكره. باشا اللي حصل ده بالملي بكره يبقى في برنامج. مش خايف؟ احنا خلاص يا باشا مش هنخاف من حاجه بعد كده. انا قلت محدش هيستقبلك غيري وانت خارج. عشان تعرف يا ابو حميد ان احنا مش ممكن نسيب بريء او مظلوم في السجن. على فكره الواد وجيه ده واد زباله. وانا قدمت كل الاوراق اللي تثبت تورطه في القضيه. وبعلاقاتي قدرت اعمل كل حاجه عشان اخرجك من السجن. يلا روح هات حاجاتك عشان نطلع نخرجك من الاسم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صباحيه مباركه عروسه. عامله لكم جوز حمام بقى يستاهل بقكم. حمام على الصبح كده يا سيده؟ امال ايه يرموا عظمهم. ما تيجي منى. سبقتك يا حبيبتي بالهنا والشفا. يلا يا عروسه كلي. في ايه يا عمتي مالي؟ في ايه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ده انت وشك منور وقايمه زي القمر. الله عليك. والله انت ست زي العسل. أحمد حبيبي ده رايح. وحشتيني يا أمي. وحشتيني أوي 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 أوي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أبني. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا تمام. أكيد أنت أحسن دلوقتي. يا مروه فين؟ جوه في اوضتها تعبانه. صاحبك خرج. احمد خرج. اه ما انا جاي عشان كده. مبسوط؟ المهم انت. انا مبسوطه قوي لان مش هيبقى في اي مانع ان انا احدد ميعاد لفرح. ولا انت رجعت في كلامك؟ انت عارفه ان احمد وحشني قوي ونفسي اشوفه. هو فين؟ هو جوه مستنيك كتير. طب انا هدخل اشوفه. احمد اول اوضه على اليمين. احمد اول اوضه. احمد
الواد ده بيموت فيكي. وبعدين ايه في ايه؟ هو انا شويه ولا ايه؟ لا يا اختي انت شويتين. هعمل لكم جوزين حمام، يلا شدي حيلك. ان شاء الله. وحشتيني يا نادل. وانت كمان يا عادل، وحشتيني قوي. انا عارف ان انا كنت مقصر معاك، بس عادل انت تعرفه اتغير كتير. تصدقني لو قلت لك انا كمان يا عادل اتغيرت. انا عارف كلنا اتغيرنا. هسيبك انا بقى مش تقوي راحتك. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. كنت هموت بسببك على فكره. اوعي تقولي كده، لان انا ممكن اموت عشانك مليون مره. انت هتنصب عليا ولا ايه؟ انا برضو. انت نسيت ان انت تاريخك كله عندي؟ عندك حق، للاسف مش هقدر انكر. عارف انا طول عمري يعني جامده، وعمري ما كنت اتخيل ان اقلق على حد ولا افكر في حد قوي كده، وخصوصا انت. أنا أصلاً ما كنتش بطيء أشوف وشك. أقسم بالله وأنا عمر. بس واضح إن اللي كان موجود ده ما كانش الحقيقي. الحقيقي هو إن أنت كنت في قلبي وأنا مش واخدة بالي. صدق بالله يا مروة، والله العظيم وأنا كمان. هو إيه اللي والله العظيم أنا كمان؟ أنا كمان. هو أنت فيش أي حاجة عندك تقولها؟ عارفة يا مروة، أنا طول عمري قلبي مقفول، ولما كان بيجي لحظة أحس إن فيها إن ممكن قلبي يتفتح لحد، كنت أنا بقفله بإيديا، عشان أنا كنت متأكد إن أي قصة حب أعيشها هتكون آخرتها فشل. تعبت نفسك على الفاضي. عندك حق، أنا فعلا غبي، غبي أوي. طب أنا عايز أسألك سؤال. أنت تأمري. حسيت امتى يعني ان انت بتحبني؟ اول ما حطيت رجلي بره السجن. يعني من ساعه واحده بس؟ لا، كانت ساعه حوالي تقريبا واحده ونص كده. غلط قوي. بجد يا مروان، انا اول ما خرجت من السجن حسيت احساس عمري في حياتي ما حسيته. حسيت ان انا ما فيش حاجه في دماغي غيرك انت بس. عشان كده قررت ان انت اول واحدة في الدنيا كلها اشوفها اول ما اخرج من السجن. مروة، انا بحبك قوي. انا عشان عايزة اصدقك هصدقك يا حبيبي. كده ابو كارما انت هتخش معايا في سكه غلط، وانا ما بحبش اللوعه. طب شوف بقى ابو كارما، انا خلاص بايع. انا كده كده متهدد ساعه ما حطيت ايدي في ايدكم، وانا متهدد. ايش ضمني بعد ما تاخدوا مني اللي انتوا عايزينه كله؟ ما افضلش برضه متهدد. أنا عايز أفهمك أحمد. ولا أفهم ولا ما أفهمش، هو ده آخري. آخرك معايا بكرة بالليل. وفيت أوفي، ما وفيتش ما تسألنيش. ماشي يا أحمد. يعني انت في معاد معين مثلا ناوي تتكلم فيه ولا ايه؟ بقالك 10 دقايق عمال تضمني في كتافك وعمال تلعبني في ايدك وتدعكها فيه، ايه ما تتكلم يا عادل؟ اول هنجيب سيجاره كده عشان افك واعرف اتكلم. عارف الحاجات دي بتسهل الموضوع شويه. بس كعب ما فيش هوف هوف. فيش هنا هوف هوف. لا ازاي طيب؟ يلا قول لي اذان صاغيه.
اتفضل اتكلم. ولا انت قلقان مني علي؟ لا 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 لا، انت رجعت احمد صاحبي واخويا، اقلق منك ازاي بقى؟ بس يعني زي ما تقول كده انا مش عارف اقولها ازاي يعني. قولها بطريقتنا بتاعت زمان يا عادل. زمان، فاكر زمان يا عدوله؟ فاكره. انا هتجوز كاميليا. لا يا عمر. وايه الجديد يعني؟ انت عارف ولا ايه؟ انا عايز اقولك حاجه قبل ما تكمل كلامك. انا ومروه طلعنا شبه بعض قوي. انا مستغرب ازاي ما كنتش واخد بالي منها. بيني وبينك انا مش متخيل حياتي من غيرها. انا مش متخيل اصلا ازاي ممكن احب واحده غيرها بجد. احمد انت بتحب مروه ولا بتهرب من كاميليا؟ ايه يا ابني التفكير العبيط اللي انت بتتكلم فيه؟ ايه ده؟ ما تزعلش، حاجه خطرت في دماغي قلت لازم اسالك. مش انت اخويا يعني ولا ايه؟ عادل انا عمري ما حبيت كاميليا، ودي حاجه انت عارفها كويس. ده انت بنفسك يا اخي قلتها لي اكتر من مليون مره. ده حقيقه، كنت كل ما اسمعها منك صراحه كنت ببقى مبسوط، بس ما كنتش مصدق. بس طلعت انت فعلا صح. بس استنى عليا، تعالى هنا. انت ازاي قدرت تخبي الحب ده كله في قلبك يا اخي ومحدش يحس بيك؟ يا اخي ده انت جبار. عشان انت غالي عندي يا واحد. انا عندي استعداد ان اخسر اي حاجه، اهم حاجه تكون انت مبسوط، حتى لو هاجي على حساب نفسي. واحنا صغيرين واحنا بنتشاق، وانت كنت بتعمل حاجات غلط كتير كنت ببقى رافضها، بس كنت بوافق عشان ما سابكش لوحدك. حتى لما قلت لي على موضوع بلحه في السفر كنت رافض، مش عايز اسافر، بحب البلد دي انا قوي، بس وافقت عشان برضه ما سابكش لوحدك. حتى ما كبرنا اشتغلنا في اللي اشتغلنا فيه كنت رافض، ما كنتش عايز امشي معاك في الطريق ده، بس برضه قلت لا. بس انت ما رضيتش ترجع في كلامك، برضه ما رضيتش اسيبك لوحدك. كنت ضايع حياتك وتضيع نفسك يا عادل. انت حياتي، انت صاحبي واخويا، عشت معايا ساعه ما ابويا وامي ماتوا، فتحت لي بيتك وانت صيدة، نمتني على سريرك، قلتني اكلك ولبستني لبسك. الصداقه اللي بينا محدش فرضها عليا، انا اللي اخترتها. كنت ضحي بالحب ده كله علشاني انا؟ قلت لك انت اخويا، اخر حاجه ممكن اتخيلها ان انا اخسرك. وبعدين انا كنت متخيل ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، كان لازم اسكت، مش قادر اتكلم. تصدق بالله يا عادل، اقسم بالله يا اخي، اقسم بالله انت اعز صاحب عندي. انا عمري ما شفت صاحب اجدع منك في حياتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بكره هنزل اشتري فستان الفرح بتاع كاميلا. ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل فرح ولا ايه؟ كاميلا تستاهل ان انا اعمل لها أكبر فرح في الدنيا كلها. تفتكر كاميليا هتيجي؟ صراحة أنا بحاول أقنعها، بس يعني عايزك تساعدني في الموضوع ده. ربنا يبارك لك يا عادل، ربنا يوريك أحلى أيام في حياتك. أنت هتيجي؟ طبعاً يا عم. هو ده فرحك أنت؟ لا، ده فرحي أنا يا عادل. بس في حاجة كنت عايز أقولها لك. إيه؟ احنا عاملين مينيمم بس. ربنا يخليك يا عم. ربنا ما يبعدنا عن بعض ابدا. رايح فين؟ رايح فين؟ هسحب عمرك زي ما سحبت عمرك. هربتني منه؟ هحرقك من حياتك. Back!
يا مسافر يا مسافر يا صفيه اهلا مش ولدي ده فين يا درايا خدت دارك خدت دارك يا ابني انا مرتاح انا مرتاح يا درايا جنادي حرمته من عمره زي ما حرمني منك انا مش فاهمه هو انت واخداني فين عند عبد الله عبد الله مين عبد الله يا ايت وانا جايه هنا ازور واحد كان عايز يموتني جايه اطمن على واحد ودانا في 60 داهيه ودمر حياتنا بيموت هيروح في 60 داهيه استني هنا استنى ايه يا اميره انت جننتي ولا ايه بالظبط ايتن اصل انا يعني انت ايه ما تنطقي يا اميره هو اللي كلمني ايتن وقال ان هو مش عايز يموت قل لما تسامحيني خايف يقابل ربنا صدقيني مش هنخسر حاجه لما نقف جنب واحد حياته بتنتهي ما يغور ولا يولع انا مش طايقه اشوف وشه حقها حقها ما تشوفوش ولا حتى تسلم عليه بس برضو مش هتخسر حاجة يعني لو دخلت له شوفي يا ايتي الراجل اللي جوه ده أذاني كتير قوي كان سبب في موت أبويا وأذاني في حاجات كتير رغم كده برضو أنا جاي له وهخش أزوره طب وأنا إيه اللي يغصبني يعني إني أعمل حاجة زي دي بصراحة مش عارفة أقولك إيه شوفي يا ايتن بتهيألي إنك عارفة إن إحنا عملنا حاجات كتير قوي غلط سواء أنا ولا أنتي ولا بابا الله يرحمه ولا حتى والدتك بس إحنا بقى ما نطلبش من حد يسامحنا لو إحنا ما عندناش استعداد نسامح الناس عشان خاطري يلا يلا سامحك كان عايز يقول لي حاجة لا خالص هيقول ايه ما كانش عايز يقول حاجة
كان عايز يقول حاجة يا أميرة. أنا حسيت. لا أبدا، الحكاية كلها بس إنه كان عايز يعني الناس اللي هو أذاهم يسامحوه قبل ما يموت. لا كان في حاجة تانية. حاجة تانية إزاي يعني؟ مفيش حاجة. خلاص الله يرحمه بقى. النسخة هتبقى في السوق دلوقتي. أهم حاجة المقابلة كانت بيني وبين أبو كرمة في السجن، لازم كل الناس تشوفها. هي اتفضل. أنا متأكدة إن الحلقة دي هتحقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر. كله يا حبايبي، بعد كده مفيش حد هياكل على مزاجه ولا هياكل وحده، ولا اسمع انه كل بره هبهدله. كنت افرد وشك اهو. كلي يا اختي، كلي يا حبيبتي عشان تربربي. الواد عادل يا عمامه بقاله مستنيك سنين، مش اما يجي ياخدك بقى يلاقيكي كده ومعدومه. انا معدومه؟ يرجعك يا بنت. يرجع مين ومعدومه ايه؟ زي الفل اهي، ده ما صدق ياخدها. هو هيلاقي زي كاميليا اختي بتفجر انوثه. يا اختي جميله وحلوه. وانت عامله ايه مع المحروس؟ مش عارفه يا عمتي والله، هو تعبان قوي وحالته زي الزفت. على فكره انا اعرف دكتور كويس ممكن يتابع حل. هي الحاله النفسيه، هو محتاج حد بس يدعمه نفسيا انه يبقى كويس. طب ما تزوره انت. حاضر. والأختين الحلوين عاملين إيه؟ كويسين يا عمتي الحمد لله. وإنتي يا آيتن أخبارك إيه؟ كويسة كمان. كويسة إيه وبوزك قد كده؟ أمال فين الرجالة؟ أنا كلمت مروان ما بيردش عليا، لكن طفش ولا حاجة. وأنا بتصل بعد ما بيردش. وأحمد كمان اختفى. ولا مدحت كلمته تليفونه برضه مقفول. وسامح كمان. طب ده نصيبه يكونوا ملمومين على بعض وبيعملوا نصيبة. وصل لك جواب شركة الشحن؟ اه. وعملتي ايه؟ الطبيعي جاهز الحمد لله. على فكرة بقى أنا مش عاجبني الديزاين خالص. لا لا منى عندها حق. بصراحة التصميم ده وحش جدا، وبعدين متأكدة إن الموديل ده مسروق. مسروق؟ اه. لا يا فندم على فكرة ما ينفعش. أنا متفقة بقالي أكتر من شهرين. على فكرة الشركة مش هتتعامل معاك تاني. أوكي. أقول لكم إيه؟ أنا خدت أبروفل من أهم محلات في باريس وهيعرضوا الديزاينز بتاعتنا. برافو. والله. طب يا جماعة أنا عندي خبر ليكوا حلو قوي. إيه؟ أنا حامل. لا لا يا روحي. مبروك مبروك. يدي بوسة. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. ربك يسخننا. طب يلا عشان سيدة قاعدة بتستني. يلا بينا. يا جماعة نجلاء حامل. مبروك يا نجلاء. شكرا شكرا. مبروك يا عريس. عندنا اجتماع مهم. ربنا يستر.
بص دوس على ايه؟ سامعينك سامعين. قول قول. عندنا اهم صفقه السنه دي للشركه. ايه 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 بقى ان شاء الله؟ صفقه المايوهات الصيفي. على اساس يعني ان في مواد شتاء ومواد صيف. انا عايزه البنات السنه دي على الشط تتلعلط كده. نجلاء حامل. اه والله انا سمعت. وانا ايه؟ انت مش حامل اه؟ يا عم منين؟ ما قلتليش ليه ده؟ ماشي انا هتبقى حامل ان شاء الله. الموضوع موضوع وقت بس. ايه اللي جاب صورة بابا هنا؟